بسم الله. هنبدأ إن شاء الله بقى في الكنترولر. الكنترولر مجموعة بقى من الفانكشنز بتاعتنا، هنبدأ نمشي إيه فانكشن فانكشن. طبعا ده الكنترولر القديم بتاع الكاستمر، همشي عليها نفس الأسلوب، هاخد بس الحتة الأولانية دي وهبدأ أجهز بقى للإيه للفايل الجديد بتاعي. عملت برضو أدي الموديل بتاعي اللي أنا هنادى عليه، بس المرة دي هنادى على موديل اسمه كانتري كاستمرز، مش هنادى على كاستمرز. هعرفه برضو، اعرف الاوبجكت بتاعي كانتري كاستمرز، تمام. وهبدا بقى اول فانكشن عندي مثلا اللي هي كاستمر اندر، اللي هي كانتري اندرسكور تقريبا كرييت، كانتري اندرسكور كرييت او كانتري كاستمرز، اي حاجه مش فارقه فانكشن كده كده هغيرها. هقول لك ليه، هي الريكوست بالريسبونس بالفتحه الارو فانكشن بالبتاع بالكلام ده كده كده اظبطها. وبالنسبه لي هم كانوا كام فانكشن اكريتهم على السريع، يعني اعمل لكل ايه لكل فانكشن اسمها، فارجع كده للروت بتاعي، الروتس بتاعتي تقريبا كده 9 ماشي، ارجع واعمل ايه واخد مني الفانكشن بتاعتي دي كده كوبي، و2 3 4 5 6 7 8 9 كده ليه الفانكشنز بتاعتي جاهزه على طول اهو، وارجع بسرعه اجيب اسماء الفانكشنز الموجوده في الراوتس وارميها عندي في الكنترولر، بحيث اكون على طول على السريع مجهز شغلي كانتري او جهزت يعني كل الاسماء الفانكشنز والفانكشنز قايمه وكله تمام. كانتريز ديتيلز ماشي، وبعد كده الفانكشن اللي بعدها الكانتري كاستمرز ديتيلز اللي هتجيب لي بقى كانتريز الكانتري بالكاستمرز بكله، وبعد كده اللي هو كانتري ابديت تمام، وبعد كده الكانتري ديليت، وكده هو خلصنا الفانكشنز الاساسيه الاولانيه ماشي. بعد كده عندي الكاستمر اندرسكور كرييت، نوسع بس نعمل الفرق ما بين الفانكشنز بتاعت الكاستمرز والفانكشن بتاعت الكانتري مع انهم موديل واحد بس متداخل يعني. كاستمر ابديت والكاستمر ديليت، واخيرا اللي هو كاستمر كرييت ايمج. كويس، جهزنا كده ايه الفانكشنز كلها الموجوده عندي في الراوتس. تعالى بقى نبدا ايه اول حاجه، ان انا اكرييت كانتري. ان انا كرييت كانتري المره دي ممكن تكون عندي شاشه في الانترفيس بكرييت فيها كانتري ولسه ما فيهاش كاستمرز، يعني بنشئ بس الايه الكانتريز، نكتب بس بالانجليزي مش عربي. يعني هعرف حاجه اتكريت لي بس كانتري فاضيه ما فيهاش قصدي كاستمرز يعني. فهليت كده الكانتري واقول مثلا دي ايكوال نيو كانتري، نيو لا نيو كانتري كاستمرز، وهعرف كده الاوبجكت بتاعها، هقول له والله الكانتري بتاعتي هجيبها طبعا من الريكوست اللي جاي لي، فهقول له كانتري از يعني از اتريبيوت هيجي من الريكوست دوت بادي دوت كانتري تمام. ده اسم الكانتري، ما كانش عندنا غيره، ما كناش حاطين بقى الكانتري اي دي والكانتري نيم والكانتري، ما كانش عندنا كلام من ده غير هو كانتري بس. اما الكاستمرز هحطها اري فاضي، بحيث ان كده انا بنشئ كانتري ولسه الكاستمرز بتاعتها مش ايه مش موجود. خلاص كده انا برميت داتا بتاعت كانتري ومن غير ما يكون ليها ايه كاستمرز، يعني من الاخر انا بالنسبه لي رميت اسم الكانتري هنا، اما الكاستمرز دول كاري دلوقتي لسه ما حددوش، انا هبقى بوش واحد واحد جوه الايه جوه الكانتري فيما بعد فانكشنز مختلفه. كده بس عرفت الاساس بتاعي. بعد كده هعمل ايه الكانتري، اديها سيف عشان تسيف الداتا دي جوه المونجو دي بي. فطبعا الارو فانكشن بتاعتي بتاخد بارامتر الايرور، وفي الحاله دي هقول ايه في ان الايرور هيريترن الايرور على طول، يعني في ان حصل اي ايرور هيريترن ليا الايرور كذا از ريزلت يريترن الايرور. اما لو مفيش ايرور هيعدي السطر طبعا مش هيعمل ريترن ويقف، لا هيكمل. في الحاله دي هقول له ريسبونس دوت سند، او ممكن اقول ريسبونس دوت ستيتس وابعت الستيتس 200 على اساس ان ده اللي هو السكسس يعني الكود بتاع ان العمليه تمت ما فيهاش مشكله، و وابعت مثلا جيسون او ابعت تكست زي ما انا عايز، او ابعت نص. انا هبعت جيسون، افتح الجيسون واحدد الاول الكي بتاعتي مثلا سكسس واديها الفاليو بتاعتها مثلا ترو، لان دي في حاله ان هي ترو يعني، بحيث ان فيما بعد الموبايل او الويب ابلكيشن بتاعي هيقرا الايه الريتير الريسبونس فيشوف السكسس جايبه ترو، هيبدا يشتغل بقى يشوف المسج ايه او يشوف الداتا اللي هي راجعه ايه،
بالنسبه لنا احنا بنكنت ما فيش داتا راجعه، انا بس هرجع مسج ان هي الكانتري كرييتد مثلا سكسسفولي، يبقى كده في قيمتين في الجيسون اللي راجع كنتيجه لانشاء الكانتري الجديده. تمام، بس تقريبا كده خلصنا الايه الحته دي. ممكن بقى انتستها على بوستمان، على البوستمان ممكن نكريت ريكوست، ومن الريكوست كده نبدا او نعمل كوليكشن نسميه مثلا البنك بي اي مثلا اللي هو باك اند، نكريت الكوليكشن ده، وبعد كده نعمل ريكوست نكريت ريكوستات، لا نكريت ريكوست من نيو كده، سيبنا من التفاصيل اللي موجوده هنا، خلينا في نيو نعمل ريكوست، والريكوست ده هديله مثلا ان انا هكرييت الكانتري ده اسمه، واحطه في الايه في البنك بي اي، واقول له اوكي عشان بعد كده عندي فولدر اسمه بنك بي اي محطوط فيه كل اليو ار الز. اول حاجه انا هبوست دي النوع بتاعي، وده طبعا على لوكال هوست وكولون البورت، البورت كان كام في البروجكت؟ كان تقريبا 433 تقريبا فوق مظبوط، البورت 433. طيب لوكال هوست على البورت 433، وبعد كده على كانتري كانتري كاستمرز سلاش، وننادي على بقى الايه كان اسمها كانتري كرييت تقريبا، او ايوه مظبوط كانتري كرييت. طالما ظبطت ان هي بوست اروح على البادي اتاكد ان انا شغال على اكس دبليو دبليو فورم يو ار ال انكودد، واحط بقى الكيو فاليو اللي انا عايز ابعته. هو الكيو فاليو ما كانش فيه عندي غير الكانتري، يعني ما كنتش ببعت قيمه هتتسجل جوه الداتابيز غير الكانتري بس. بعت له الكانتري مثلا وكتبت ايه مثلا سعودي اريبيا مثلا السعوديه، ومفترض ان دي هتتسايب عندي في الايه في المونجو دي بي. طبعا انا هعرف لما النتيجه تطلع لي على طول، ممكن دلوقتي على طول عملت سند قال لي نوت جيت اني ريسبونس، ممكن يكون بسبب ان احنا اصلا مش مشغلين المشروع من اساسه، فروح على التيرمينال كده ونيو تيرمينال بالظبط احنا مش مشغلين حاجه. هقول له بس ايه انادي على احنا شغالين نود مون، انادي على نود مون ودوس انتر، انا محدد في البدايه ان احنا شغالين على اب جي اس. طلع لي ايرور بيقول لي كان نوت فايند مديول اللي اسمه اكسبريس، غريبه معناها احنا منزلين الاكسبريس ما اعرفش الايرور ده حصل ليه، مفترض ان الايرور ده كان مش هو في الاب على سطر واحد، مفترض ان احنا منزلين متاكدين ان احنا منزلين اكسبريس ما اعرفش ايه اللي حصل. ماشي مش مشكلة، يعني ممكن حاجات بتحصل كده بتبقى مش مظبوطة، ممكن ننزل الاكسبريس تاني مش مشكلة، ممكن يكون في حاجة حصلت أو شيء ما مش عارف ايه هو. بس احنا ما ضفناش غير السطر بتاع الكانتري كاستمرز الراوت وعملنا له يوز، ده اللي ضفناه بس على الايه على الاب جي اس، ما كانش فيه غير دوت اللي احنا ضفناه على الكود على السطر ده يعني، فهو مظبوط الكود مظبوط وكل حاجة مظبوطة، فما فيش عندنا مشاكل في القصه دي، فانا هنزل الاكسبريس وخلاص يعني. ماشي مش مشكله، ما اعرفش ايه اللي خلى ده يحصل، بس كنترول سي كده عشان نوقف ونعمل ام بي ام انستول للاكسبريس. وقفنا تعالى نعمل ام بي ام انستول اكسبريس، ما اعرفش ايه اللي دخل ده دلوقتي بس يلا مشكله يعني، هيبدا يعمل له انستليشن. لو ما حصلتش عندك مشكله طبعا عدي الكلام دوت ما يهمكش، كان عشان حصل بس معايا. فهشغل تاني النود مون، فقال لي كده انا شغال وما فيش عندي مشكله على الثلاث على اربع ثلاثات اهو. طب كويس، ارجع بقى للبوست مان تيست اللي انا كنت عملته، اعمل سند المره دي تاني، رجع لي سكسس ترو وطلع لي المسج قال لي ان هو كاريت وما فيش عنده اي مشكله. بالطريقه دي كده يبقى كده جمله الايه الانشاء اشتغلت ما فيش فيها مشكله.